الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا جبت لكم واحد الوصفة زوينة للوجه. هاد الوصفة كنحتاجو فيها الفروماج، كنحتاجو فيها النشا، كنحتاجو فيها ماء الورد. دابا هاد الوصفة تجربتها عاد حطيتها لكم. دابا غنبداو على بركة الله. نديرو الفروماج، نزيدو عليه نصف معلقة ديال النشا، نزيدو عليها ماء الورد، دابا غادي نعكو هادشي مزيان تينسجم مع بعضياتو. بنات هاد الوصفه بالتجريب ما تخافوش منها، الوصفه زوينه، الفرماج اصلا زوين للوجه، كيحيد لاطراس من الوجه ديال الحبوب ديال الجرح ديال اي حاجه كيحيدها من الوجه. وحتى من يديكم ديروها حتى لدراوعكم وعنقكم، زوينه تجربتها اللي حطيتها لكم. نعكو مزيان الفرماج باش ينسجم مع النشا مع ماء ورد. كيولي على هذا الشكل، على هذا الشكل يولي صافي. وديروا لوجهكم ولعنقكم ودراوعكم ويديكم وتغسلوا غير بالماء بارد. ونتمنى هذا لا فيديو الى عجبكم، ما تنساونيش من ابوني واشتراك في القناه. شكرا.